الجزائر الاجواء كانت مليحه بزاف في الجزائر، كانت اجواء عشنا اخويه مع كامل الانصار تاعنا. مي شويه كي وصلنا هنايا للمطار كانت شويه صعوبات التنقل من المطار للفندق. صعبوا لنا خاصة صفة الحدود تاعهم، صعبوا لنا بزاف. لا لا زين، يعني أنا شوف نحكي على الجزائر بصفة عامة، نورمالمون حنا الجزائر رانا قارة وحدنا، ما تقدرش تكومباري مع الجزائر في أي حاجة. الوقت تاعي تاخا واحد. انا نقول عمارة محرز سليمان ان شاء الله.